طيب خلينا نروح لكريم احمد مراسل قناه الاهلي على الهواء مباشره، نعرف منه اخر الاخبار اللي بتتعلق بالفريق عقب وصوله لتونس. اتفضل يا كريم. كل التحية ليك زميلي أمير هشام، تحياتي ليك طبعا وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. الأول طبعا قبل ما أبدأ معاك أي كلام، حابين نهني النادي الأهلي طبعا على الفوز الكبير والأداء المميز أمام فريق الجونة. مباراة انتهت لكن الوقت ده جدا أمير، أنت عارف مجرد انتهاء المباراة مع الفرحة مع التصريحات مع كل الأمور دي، استطاع النادي الأهلي أن يغلق الصفحة تماما ويستعد مباشرة إلى مباراة النجم الساحلي في البطولة الأفريقية. مباراة غاية في الأهمية، لها تحضيرات عديدة جدا على المستوى الفني على المستوى الذهني أيضا كمان للاعبي النادي الاهلي وعلى المستوى الاداري. حابب ابدا في البدايه طبعا على المستوى الاداري وابدا بمجلس اداره النادي الاهلي على الخطوه المميزه والمسانده دائما يعني لفريق النادي الاهلي ولقطاع كره القدم بالتحديد. موضوع توفير طائره خاصه ده امير كان امر مهم جدا لفريق النادي الاهلي نون ليه مباراه الجونه، وان احنا نسافر كمان من الجونه ده كان سهل بشكل كبير جدا على اللاعبين وعلى الجهاز الفني، يبقى فيه راحه يبقى فيه يعني الذهن يبقى صافي شويه للرحله، اللي انت عارف يعني غير ان بيكون في طائره خاصه الامور بتكون صعبه شويه، مواعيد الطيران الترانزيت ممكن يكون متواجد او ان اللعيبه تكون متواجده في المطار عدد كبير من الساعات ولسه خارجين من حمل كبير جدا ومجهود كبير. فحابين طبعا نوجه كل الشكر والتقدير والتحيه لمجلس اداره النادي الاهلي على هذا الامر، وموصول الشكر كمان للكابتن سمير عدلي. كابتن سمير عدلي اللي بيقوم بدور كبير جدا جدا لتوفير كل الامور سواء في فندق الاقامه في ملعب المباراه، التنسيق ايضا كمان مع معالي السفير نبيل حبش طبعا اللي استقبلنا في المطار مجرد وصلنا استقبلنا مباشره. انت عارف يا امير الرحله كانت صباحا 10:30 صباحا يعني انطلقت بعثه النادي الاهلي متوجهه الى تونس، وصلنا هنا بتوقيت قرطاج 2 الا ثلث، انت عارف في ساعه فرق طبعا 3 الا ثلث في مصر 2 الا ثلث، بالفعل وصلنا الى المطار مباشره يعني 25 دقيقه او 30 دقيقه وصلنا الى فندق الاقامه. اللعيبه ما فيش وقت على الغداء مباشره وخلاص، يعني نقدر نقول ربع ساعه او ثلث ساعه وتوجه الحفلة للنادي الأهلي وأيضا كمان البعثة الإعلامية المرافقة للنادي الأهلي لأول تدريب على ملعب الجامعة التونسية. كالعادة طبعا يعني كابتن سعيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي بيكون في ترتيبات عديدة، عندنا تدريب اليوم وغدا على ملعب الجامعة التونسية، وإن شاء الله يوم الخميس هيكون على ملعب رادس اللي هيستقبل مباراة النجم الساحلي والنادي الأهلي. من خلالك أمير ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي بنطمن كل الجمهور على الحالة المعنوية الحالة الذهنية الحالة البدنية للبعثة بالكامل للاعبي النادي الأهلي، في حماس كبير في تركيز كبير في إصرار إن شاء الله ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه بعد الاداء المميز جدا لفريق النادي الاهلي سواء في مباراه الجونه او اللي احنا كمان منتظرينه. يعني لسه كنا منتظرين رمضان نشوفه في مباراه الجونه، احمد فتحي كان متواجد على الدكه عندنا يمكن فرقه بره امير على دكه البدلاء، اللهم الحسن طبعا ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون موفقه في مباراه النجم الساحلي. لحظه بلحظه من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي هننقل الصوره كامله لمعسكر فريق النادي الاهلي هنا في قرداش. عوده ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد ومراسل قناة الأهلي.